اللقاء الذي جمع في الرياض الرئيس سعد الحريري مع وفد كبير من ممثلي كل مقومات قوى 14 من آذار، ومن بينهم نواب يلتقونه لأول مرة بعد غياب 7 أشهر، شبهه النائب مروان حميدي بلقاء بريستول مصغر، وكشف أن الرئيس الحريري تحدث فيه مطولا عن كل المواضيع بما فيها غيابه عن لبنان. أكد أنه مستمر في العمل السياسي الكامل والفاعل، وأن ظروف الغياب لم تكن كما أشيع عنها في الإعلام، وأنه يعد نفسه للعودة دون تحديد موعد لهذه العودة. يعني في إمكانية ليرجع؟ طبعا هناك ما في شك اعتبارات سياسية وأمنية قاهرة. في الملف السوري بقي الحريري على موقفه الداعم للشعب السوري مع تأييد كامل للمبادرة العربية التي تؤدي بحسب حميدي بنقاطها 14 إلى تغيير جذري في كل هيكلية النظام. لقاء الرياض تخلله كلام إيجابي قاله الحريري عن رئيس جبهة النضال وعن علاقة عائدة إلى الود بينهما، وتطرق الحريري أيضا إلى الحكومة ومصيرها وبند التمويل. حبل الحقيقة وحبل الكذب يتوقف على 30 يوما أو 33 يوم من هذه اللحظة، فنحن لن نستبق الأمور، ولكن سنضع الكل أمام مسؤولياتهم. طب هل عنده قناعة الرئيس الحريري؟ لمست عنده أي قناعة بأنه بند التمويل سيمر، يعني الرئيس نجيب ميقاتي سيفي بالتزامه؟ ما عنده هالقناعة بعد، ولكن لم نغلق نحن كقوة 14 أذار هذا الاحتمال. رئيس بشار الأسد نقل عن لقائه مع السيد حسن نصر الله بأنه هو مع التمويل. هذه طريقة قديمة جديدة، قصة أنه نحن ما دخلنا، اللبنانيين بيقرروا، بيكون أبروا الشيخ زكي سوا، أبروا أصلا عندما قبروا شهداء ثورة الأرز، ويحاولون الآن حفر مقبرة للمحكمة الدولية. لم تعد أولوية عندكم إسقاط هذه الحكومة؟ إسقاط في رأيي أفضل الحلول، ولكن من الحلول أيضا لجمها ومنعها من ارتكاب الأعظم. تركيز 14 أذار في المرحلة المقبلة بحسب حميدي سيكون على منع انزلاق البلد نحو تدابير حكومية تنعكس على لبنان كوارثة إدارية واقتصادية وقضائية.